الحقيقة معلومة يعني من فترة بسيطة من دقائق، قلت إنه إن هذا الموضوع يعني فكرة الذكاء الاصطناعي موجود في العالم من سنوات طويلة، ربما كنا لا نشعر به. يعني من سنوات طويلة يعني من إمتى؟ هو حضرتك الآباء الخمسة للذكاء الاصطناعي كانوا في إحدى الجامعات الأمريكية من الخمسينات. طيب فمرت مراحل كثيرة متعلقة بالصناعة يعني، بس أنا مش عايز أدخل. لا يعني من الخمسينيات، أنا سؤالي من الخمسينيات حتى الآن هناك مدة زمنية طويلة. آه طبعا. ألم يتطور بها هذا الموضوع، هذا الاكتشاف أو هذا الاختراع، وإنه يعني نصل إلى يعني مرحلة جيدة فيه؟ يعني الآن بعد 50 سنة لسه بنشك في كل ما يقول. هو الفكرة إيه؟ هو اللي حصل في الفترة الأخيرة، المرحلة الأخيرة من الذكاء الاصطناعي، أن طورت شبكات عصبية. الشبكات العصبية دي شبكات زي شبكات تشبه شبكاتنا العصبية. لما جيفري هينتون مثلا أبو الذكاء الاصطناعي اللي استقال من جوجل خوفا من الذكاء الاصطناعي اللي عمله، يعني هو طلع قال كده تحديدا إن خايف من الموجة دي تحديدا. ففي شبكات عصبية، ايه الفرق ما بينه وما بينهم وما بين الآلة؟ الضفائر العصبية. لسه ما عملوش ضفائر عصبية. لا بمعنى ايه؟ يعني يعني انا مش عايز اقول كلام تقني اكتر منه اعلامي، بس بقول لحضرتك لكن هذه الخطورة عايزين لكن هو الخطورة يعني. حضرتك ان الموجة بتاعت الأخيرة دي تم تطويرها بشكل انها تقدر تنتج محتوى. يعني حضرتك تكتبي، تدخلي على روبوت المحادثة ده سواء شات جي بي تي او غيره، تقدري تكتبي من هي دريا شرف الدين، فينتج لك معلومات مظبوطه. فانت ممكن تكوني صحفيه وتاخدي الداتا دي وتعلنيها او تنشريها. ايوه. وتبدو المعلومات منضبطه زي ما قلت لحضرتك انها رصاصه موثوقه. فيها الفكره ان ازاي بقى روبوت المحادثه ينتج محتوى. زمان كان بيرد على الناس في خدمات العملاء، يرد على ايميلات، يرد على كذا، شيء مسجل. المسائل دي تطورت كثيرا لدرجه ان هو خلاص بقى ياخد يجمع داتا ويبني عليها استجابات، فبالتالي بقت مخاطرها ان في استجابات. وطبعا الموضوع اتطور من النص لحد الصوت لحد الصوره لحد الشفره. أيوة. البرمجيه يعني حضرتك ممكن كمان يقدر يبني هوم بيج، صفحه رئيسيه في موقع، يقدر يتعامل مع امور متعلقه بالبرمجه كمطور، يقدر يعملها. بس في النهايه عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، ان هذه الموجه برغم كل المخاوف وكل المخاطر اللي بتحملها، لابد عندما نتعامل معها في الإعلام لابد أن نروضها لصالح مهنتنا. مهنتنا هي المهنة المتعلقة بالمعرفة والحقيقة. أيوه. فبالتالي إحنا لازم نخاف على المعرفة ونخاف على الحقيقة. أيوه. فبالتالي هنا لابد أن نعمل المعايير. وأنا بقول لحضرتك أن المسألة متعلقة بفكرة الـ14 معيار. لو أنت قدرت تعمل ده هتقدر تستخدم الاستخدام الأمثل والرشيد. عشان كده أنا بسميه، أنا عامل ورقة علمية اسمها الاستخدام المسؤول للذكاء الصناعي التوليدي في الصحافة. بتكلم هنا على ازاي انت، زي ما اقول لحضرتك حاجه، لو انا بسوق عربيه، لو انا ما بعرفش، لو انا ما عنديش، ما بعرفش اسوق، هدوس الناس. لكن انا ممكن لو انا بعرف اسوق همشي واوصل من مكان لمكان، وهتبقى العربيه مفيده. فدي الفكره نفسها. فعشان كده المخاطر المتعلقه بالاستخدام الاعمى للذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحافه وفي الاعلام بدون اعمال المعايير، فهذه هي هدفي الأساسي من هذه المقاربة من 2022.